بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بصفتي صاحب متجر قصر جلابة بمدينة الدريوش، كنشكر موقع ناظور سيتي على هذا الروبورتاج. أما بالنسبة للسؤال ديالكم حول الحركة التجارية بالمدينة، سيدي الحمد لله كاين واحد الإقبال كبير من طرف ساكنة مدينة الدريوش وكذلك ساكنة مدينة بنطيب، تفرسيت، ميضار، تمسامان، ذلك بالإضافة إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي كتمثل واحد النسبة ديال 50% بالنسبة للحركة التجارية بمدينة الدريوش. وكما هو معروف أن ساكنة إقليم الدريوش كيهتموا بالزيت التقليدي في المناسبات الدينية والأعياد بالخصوص. أما بالنسبة للإقبال فكاين الإقبال على الجلابة الشعراء وكذلك على القندورة والجبادور. وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم Zoals jullie zien, het is bij ons morgen zaterdag. Dat betekent voor ons nog geen offerfeest. Zondag betekent voor ons wel offerfeest. Dus hierbij heb ik even een hele mooie outfit gehaald bij deze man. Maar we moeten natuurlijk nog eruit komen over de prijs. Want als hij met mij een gekke prijs doet, dan ga ik weer gelijk weg. En dat was het voor vandaag. Ja, dat was het. Hoi hoi.